معنا ومعكم مولد سيد العريان. انا عايز اللامبورجيني كل لونها احمر فاقع. معنا ومعكم مهرجان القلع والمليط، يعني المردغانة وش الله. لا بصراحة الاسوان متزبط. لا وايه والرجالة متقرطص والمصورين متشايصة وعائلات سويرس. تامر حبيب على نياته كل البنات اخواته. والله يا اخي تستاهل شعر. حبيبي يا طموره، يا ابو ورده وصوره، يا اللي نزلت المنصوره وبوست الغندوره ولعبت كوره وعلقتني على الصوره. يا بختك يا جدع. يا ريتني كنت مكانك يا اخي. ما شاء الله، تحس ان هو داخل عيد ميلاد بنت خالته. ايه ده انجي علي؟ معقوله انا حاتي موسى بقى؟ بشرى بنت اختي، حاتي بنت حطها بنت موسى يا بنت. موسى يا بنت يا بنت اختي. كلنا عارفين يا جماعه احنا في ايام كورونا، فالتاثير الكورونا وصل لغايه مهرجان الجو. والاستاذه نجلاء بدر بتجري على المهرجان جري الوحوش في البريه، ومين لبختها؟ لبست الكمامه في منطقه غلط. لبستها فين يا اخ ابراهيم؟ في منطقه غلط بقى يا اخ طارق وانت عارف. هي فين؟ معرفش. طب بص قدامك كده ومال عينك وانت تعرف. يا حسني لا الاغنيه الجديده دي حوار بقى، حوار اقسم بالله. والشغل مع دينا دي بقول لك يا محمود، كنت نفسك تبقى مين في مهرجان الجون؟ بصراحه كده بصراحه من الاخر يعني كان نفسي ابقى الاستاذ حسن بالروس، يعني كان شاب فاني يعني كده ايه ولابس جلابيه تحس لو نازل ياكل لو تعيش في المغربيه، كان عاجبني قوي فاني بصراحه. جرايه يا محمود، انت بتتكهرب يابا ولا ايه؟ لا بصراحه ما حدش قال الكهرباء بكده، انا بحب الاستاذ حسن بالروس وعاجبني قوي. ما شفتش حد تقادني ولا مفيش حد تقادني؟ بقول لك ايه يا رؤى؟ قلبي معاك الشنطه؟ ليه؟ عشان نلم بس الكلام اللي بوقع من سعاده البيت. عندك حق يا اخوي، انا مش شايف حد فيكم خالص بقى. انا شاب كل مان. البس نظاره. معنا ومعكم سمية الخشاب، حلاوتهم ملبن مصر. انا عايزه اللامبورجيني كل لونها احمر فاقع وحشي لبوه. هي كانت جايه النهارده عشان ترقص بس ولا ايه؟ جيب لي سفينه هي بتعملي البحر الحين احسن تتعلق كويسه. معنا ومعكم لبلبة. 80 سنة وبكامل رشاقتها، وانا 20 سنة واخواتي بيسندوني للحمام، وعندي الكبد والكلى وخشنة الركبة والبواسير، وعندي الغضروف، الغضروف بيبهدلني وانا ظهري تعبني، وعندي مشاكل في البروستاتا، وانا الغضروف مبهدلني ومدمر حياتي. حرام عليك، بتقول لي بلبة ليه؟ بتتأكد على حد ليه؟ ربنا يديك الصحة يا لبلبة. يا لبلبة. يا لبلبة. يا لبلبة. يا لبلبة. ده المفروض الأهلي يتعاقد معها مهاجم صريح فيها رشاقة جبارة وليونة شديدة. و مش هتزود حاجة ولا ايه؟ الحمد لله، الحمد لله على قد كده. وطبعا بعيدا عن الكلام ده كله، كان في اطلاق جميله جدا في المهرجان، زي ياسمين صبري، شيرين طافش، والاستاذه الجميله الرقيقه هند صبري، وطبعا احسن قابل البرنس احمد السقا وزوجته مها الصغير، وطبعا اسوأ اطلاله في المهرجان حسن ابو الروس. ايه يا مان ليه بس كده؟ ما هي كلمه مين وفين دي اللي جابتك ورا. وبعيدا عن الكلام ده كله، بعيدا عن المهرجان الجونه حلال او حرام، نشكر العمال الجمال جدا. احنا عندنا في مصر فخر الصناعه المصريه، في خلال يوم واحد عملوا المهرجان كله، لان المهرجان قبلها بيوم اتحرق، فخلال يوم ظبطوا الدنيا دي كلها. بعيدا عن المهرجان حلال او حرام، انا بتكلم عن الناس، عندنا ناس بتشتغل بجد. لا بيشتغل بجد والله، بعيدا عن كل الكلام ده بيشتغلوا بجد، فنشكرهم جدا، والمهرجان كرمهم والله، مش عشان فلوس، ده عمال يشتغلوا بجد، نشكرهم او اشكرهم يعني. لا شكرا بجد، لان الاجهاد بجد بيطلع شغل بجد. طول ما انت بتدي بجد، طول ما انا باخد منك بجد بجد بامانه بجد بجد